الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله مساءكم بكل خير، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر والثواب في هذه الأيام الفاضلة وفي هذه الليلة المباركة وفي كل ليالي العشر. نسأل الله أن يجعلنا فيها من المقبولين ومن الذين تم أو يتم عتقهم من النيران، نحن والدينا وأولادنا وذرياتنا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نحن اليوم مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب جامع العلوم والحكم، جمع فيه حوالي 50 حديثا شرحها وبين ما فيها من أحكام وما فيها من فوائد وما فيها من دروس وعبر. فهو كتاب نافع ومفيد، يعني اختار فيها الحديث اختيارا دقيقا رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. روى جاء في هذا الكتاب من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، يعني لما نقول قال الله تعالى حديث قدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. شوف الكرم، شوف تعمل وبتدعي الله سبحانه وتعالى وبتترجاه غفر لك على ما كان منك، شو صدر منك والله بيسامحك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحاب أو ما آخر ما تشوف أنت لما تطلع على السماء، شو بتشوف؟ الشيء الأزرق، اللون الأزرق. لو بلغت ذنوبك من الأرض إلى آخر ما ترى عينك ثم استغفرتني غفرت لك. كرم، حلم، عطاء، جود. يا ابن آدم لو أتيتني، شوف هذه بعد الأعظم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب يعني ملء الأرض، ملء الأرض. قديش الأرض كبيرة؟ لو عملت ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك، تعرفون من هو أنس بن مالك؟ هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أهدته أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دفعته إليه وكان عمره 10 سنوات. قالت: يا رسول الله، هذا أنيس، يعني تلطيف لما تقول يا أنيس وكذا، يعني هو تصغير، يعني نوع من المداعبة، نوع من يعني هذا أنيس ابني غلام لبيب كاتب ذكي، هو بيكتب بينفعك يعني يا رسول الله، أتيتك به يخدمك خادم لك، فادعو الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. هنيئا له، ما شاء الله، شو هالمكارم الأربعة. اللهم أكثر ماله، كان عنده بستان يحمل بالسنة مرتين، بستان في المدينة كان يحمل مرتين في السنة، يعني طلع تفاح بالصيف بطلع تفاح بالشتاء، طلع تمر ورطب في الصيف بيطلع رطب وتمر وبسر
في الشتاء دعاء استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هدية له، ورزق من الأولاد والأحفاد 100، كان عنده 100، عاش 83 سنة. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصاه، يبدو النبي صلى الله عليه وسلم عنده أكثر من عصا، فأعطاه عصا قال خذ خليها معه، شيء عجيب. فأوصى أنيس أو أنس رضي الله تعالى عنه، أوصى بأن تدفن معه، فجعلت بين الكفن وبين جسده في القبر تلامس جسده، هي عصا النبي صلى الله عليه وسلم، وستبقى لما تفكروا منه يعني بالتخ ولا بكل السوس ولا الأرض ولا كذا، لا تبقى مثل ما هي، لأنه يعني الأنبياء و يعني إلى الآن نشوف آثار النبي صلى الله عليه وسلم من نعله ومن ثوبه ومن حاجات موجودة في المتاحف يعني في تركيا وفي غيرها من البلاد. كان من المكثرين في رواية الحديث، روى حوالي 2286 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحصحوا معي شوي هالساعة مشان يعني نستفيد إن شاء الله. روى 2286 حديث، فهو من المكثرين، لأنه ملازم النبي 10 سنوات، يعني طيلة فترة النبي في المدينة كان أنس بن مالك معه، النبي جلس في المدينة 10 سنوات، فشو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفظه ووعاه ونقله رضي الله تعالى عنه. وكان عنده بئر قال في المدينة من أعذب الماء في المدينة، وكان يلبس خاتما كتب عليه نقش عليه أسد رابض، أسد رابض مو مثل الأسود الثانية، أسد رابض، لأنه هذا يعني خدم النبي وأخذ من النبي أشياء كثيرة رضي الله تعالى عنه. يروي لنا هذا الحديث القدسي. طيب الحديث القدسي والحديث العادي شو بيفرقوا عن بعضه؟ تعرفوا شو بيفرقوا عن بعضه؟ يعني شو الفرق بين حديث النبي وقول حديث قدسي؟ الحديث القدسي قول من الله تعالى بطريق المحمود، والحديث الشريف الرسول عليه، الحديث الشريف على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله. الحديث القدسي معناه من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يوحى إليه فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه وكلماته. ثم أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، يعني مو إذا قرأت الحديث القدسي لك بكل حرف 10 حسنات، ليس كالقرآن. ثم لا يقرأ في الصلاة، يقول الله أنا بدي ما لي حافظ الحديث القدسي بدي أقوله بعد الفاتحة، ما يقرأ، لا يقرأ. ثم إن الحديث القدسي آحاد، كل آحاد ما هي متواترة، بخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها المتواتر فيها الآحاد فيها يعني درجات كما صنفها المحدثون. والحديث القدسي لا يتعلق بالأحكام التكليفية، يعني مو مثل حديث النبي، حديث النبي فيها أحيانا أحكام شرعية وتنظيمية للمجتمع، أما الأحاديث القدسية فهي أحاديث رقائق وفيها يعني أشياء تتعلق بسلوك الناس بالآخرة، يعني كلام من الله سبحانه وتعالى فيه لطفه فيه رحمته فيه مغفرته. هذا هو الحديث. نعم، إذن هذه تقريبا الفرق بين الأحاديث القدسية وبين الحديث العادية. الأحاديث العادية متواترة، الأحاديث القدسية أحاد، الأحاديث القدسية لا تتعلق بالأحكام، الأحاديث النبوية فيها أحكام، الحديث القدسي معناه وحي من الله ولفظه من الرسول، الحديث الثاني اللفظ والمعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث الذي قرأناه عليكم يا ابن آدم إنك ما دعوتني، اسمع يا حبيباتي، يا حبيباتي، شو يا حبيبي؟ نعم.
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والثاني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث تضمن ثلاثة أمور يعني للإنسان أن يستفيد منها، هي أسباب المغفرة. أسباب المغفرة في هذا الحديث القدسي، أولا الاستغفار. أولا ما هو الاستغفار؟ الدعاء. إنك ما دعوتني ورجوتني، الدعاء والرجاء، هذا أول سبب من أسباب المغفرة. السبب الثاني هو الاستغفار. السبب الثاني الاستغفار. السبب الثالث هو التوحيد، توحيد الله عز وجل. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغيره إن هذا الحديث من أرجى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وفيه دليل على سعة رحمة الله وكرمه ولطفه وعطفه وعطائه للإنسان. ويقول ابن دقيق العيد أيضا هذا الحديث بشارة من البشائر النبوية القدسية للناس. الله سبحانه وتعالى يعني يبين لهم شيء عظيم. نقول في الحديث يا ابن آدم، الخطاب لمن؟ لبني آدم من كلهم إلى يوم القيامة، من يوم آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله سبحانه وتعالى يوجه هذا الخطاب، فهو يعني عام لكل الناس. يا ابن آدم إنك ما دعوتني، ما دعوتني يعني متى دعوتني، ما دعوتني يعني متى دعوتني ورجوتني غفرت لك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا أبالي يعني غفرتها لك، ولا أبالي يعني لا يعظم علي كثرتها، سواء دعوتني بالمغفرة، سواء دعوت بأن يعطيك الله مالا أو رزقا أو متاعا. الله سبحانه وتعالى عنده خزائن مليئة لا ينقص منها شيئا مهما دعونا. أنت بتروح تتدين من إنسان، من غني، من كذا، بتأخذ مبلغ نقصت ميزانيته، بيصرف منها بتنقص. أما خزائن الله ملأ لا تنقص لا بعطاء الليل ولا بعطاء النهار. هو الذي خلق كل شيء في هذا الكون، وبيده خزائن كل شيء، ويملك كل شيء سبحانه وتعالى. عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، قلنا السحاب، وقيل ما علا منها إذا رفعت رأسك إلى السماء. شو بتشوف؟ يعني لو ذنوبك وصلت لأعلى ما تشوف، الله بيغفرها لك. الله سبحانه وتعالى يغفرها لك مهما كانت هذه الذنوب، إلا حقوق الناس كما تعلمون، فهذا لا يغفر الله إلا بأدائها. ويقول لو أتيتني بقراب الأرض، يعني ما يقارب ملء الأرض أو ما يملأ الأرض، أتيتني بها خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني استبشر، ربك رحيم، ربك غفور، ربك كريم. الإنسان يعني عم يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، مو عم يتعامل مع الناس. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض، أخطأ وعندك ذنوب وعندك معاصي وعندك مخالفات وعندك تقصير وعندك، لكن تؤمن بالله، لا تشرك بالله، ما عندك شرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى يدعم هذا الحديث، من تقرب مني
شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. الباع مد اليدين. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذه صفات خاصة لله لا نؤولها، نحن بنهرول بنركض بنرفع يدينا كذا، لكن الله كيف يأتي الله أعلم كيف، يعني إنما الله سبحانه وتعالى يسرع إليه أكثر مما تسرع أنت إليه أيها الإنسان. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. هذا حديث آخر رواه الإمام أحمد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يقسم. هذا كانت أكثر يعني أقسام النبي وحلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر والذي نفسي بيده، يعني من؟ الله سبحانه وتعالى. لو أخطأت حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله غفر لكم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. الاستغفار شيء عجيب يا إخوان، لا تستهينوا بالاستغفار، خلوه دائما على ألسنتكم، في بيوتكم، في سياراتكم، في طرقاتكم، عند موائدكم، عند مجيئكم في الطريق، عند دخولكم، دائما استغفر الله. قال: ما في شيء أعظم في صحيفة الإنسان من الاستغفار. والاستغفار يا أبو محمد يعني محرقة الذنوب. شو بتعمل ذنوب؟ عم تستغفر على طول كأنك عم تزد في المحرقة، المعاصي والذنوب كلها عم تحترق. فالاستغفار يعني شأنه عجيب وأمره عظيم. الدعاء مع الرجاء، يعني الإنسان لما بده يدعي الله سبحانه الدعاء، قلنا لكم عبادة، عبادة يعني يقول حديث مخ العبادة ضعيف هذا، الدعاء هو العبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة. يعني بده يكون عندك أسلوب الدعاء. أنت لما بدك تروح لله مثل الأعلى، بدك تأدي معروضة مسؤول ولا وزير ولا لمدير، شو بتختار له؟ بتسبه، بتسب تشتمه، يعني بتعطيه كلمة ولا كلمات يعني فيها توسل، فيها استرقاء، فيها استعطاف. فالإنسان في بعض الأدعية يعني سبحان الله يعني ما يوفق الإنسان فيها، لا يوفق الإنسان في الدعاء. لذلك من ألهم الدعاء وعرف كيف يدعي أو يدعو أعطي الإجابة. بده يعرف كيف يدعو الله سبحانه وتعالى، يحمد الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يثني ثناء على الله أول، ويعني يترجى من الله. يعني أنت لما بيكون عندك إلك حاجة وإلك مصدر عند واحد، ابنك إذا كان إله بده حاجة منك شو بيعمل؟ إذا ما أعطيته شو بيساوي؟ بصير يبكي وبيصير يزعبط ويعمل حركات ويصيح ويقربك مشان تعطيه، انت بالاخير تقول له يلا خذ روح قل عني ما. فالله سبحانه وتعالى اكرم واعظم واجود من الاباء ومن الامهات ومن الناس اجمعين، فيعطي عطاء لا حدود له. فلكن الانسان بده يصبر وبده يلح في الدعاء وبده ياخذ باسباب الدعاء ويختار الاوقات. مو كل الاوقات الانسان يدعو فيها، يعني في اوقات بتكون هذه اوقات سريعة وأسهمها يعني أسرع من البرق في رمضان بالعشر الأواخر ليلة القدر في يوم الجمعة آخر ساعة في الجمعة بين الأذان والإقامة بعد الصلوات المكتوبات في السجود في الثلث الأخير من الليل. هذه كلها أوقات عظيمة عندما يلتحم المجاهدون مع أعدائهم، الدعاء فيها عظيم أيضا. عندما ينزل المطر من السماء الرحمات عم تنزل، الرحمات فمفتوحة أبواب السماء، رمضان مفتح أبواب السماء ومفتح الجنان. فهذه كلها إن شاء الله يعني أوقات طيبة. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه الإجابة.
إذا الله فتح لك باب الدعاء، ومرات أنت بتدعي ومبسوط ومستأنس وما عم تشبع بتدعي، تدعو تدعو تدعو، كل ما خلص دعاء بيجيب دعاء ثاني وهكذا، بيكون يعني إن شاء الله يعني هذا دليل على القبول من الله سبحانه وتعالى. ولا تستعجل الإجابة، ويستجيب الله، ما في دعاء ما يستجيبه، والإجابة تكون بثلاثة أمور: إما أن يستجيب لك فورا. وقلنا لكم أن السلف، بعض السلف، بعض الناس الأتقياء الأولياء، والله إذا دعوا إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، والله لو طلب من حاجة على طول الله بيعطيه. فالإنسان أولا يعني الله بيعطي الإنسان، قد يعطيه فورا، وقصص كثيرة وتروى. في مرة قال كان والي عثماني في الشام، دعا المشايخ مثل ما بيعمل آخر مثلين 27، بيدعوهم وبيطعموهم مشان يثنوا عليهم، مشان يدعوا لهم، مشان يعني يعبوا لهم بطولهم يعني. فهذا شيخ رفض، وأظن شيخ الغلاييني أو غيره ما أتذكر اسمه، سمعتها والله القصة من الشيخ سعيد الطنطاوي، أخو علي الطنطاوي، كان يدرسنا في الثانوية الشرعية في دمشق، وكان عنده كتاب اسمه صور من حياة الأعلام والسلف الصالح. المهم هذا الشيخ كان في دمشق، أرسل له الوالي أن يحضر إلى طعام العشاء. قال أنا ما بأكل الطعام هذا، كان الوالي ظالم، كان قاسي شوي، فرفض يروح. فجاء الطلاب قال يا شيخ إذا ما رحت ببعثوا لك ناس يقدروا غصبا عنك، فالأحسن إنك تروح ولا يعني توقع نفسك في ورطة. قال طيب أمري إلى الله، أعطوني شوية خبز يابس، معزوم على عشاء وعلى غدا، شو بدك خبز يابس؟ قال أعطوني شوية خبز يابس، أنت شو بدكم بالشغلين؟ وكان يلبس جبة وماما شوية عريضة مثل باب السودانيين، وراح حط له شو، أعطوا له شوية خبز، حطهم في ما الجياب، الجبة ما لها جياب، حطها في الجبة بالكمنة وراح. الوالي عم يستقبل المشايخ، جاي من لهم الأوزي وعين من المشروع وعين من كافة، يعني عزيمة والي، شلون يعني لما مسؤول ولا وزير ولا إنسان يعمل عزيمة شو بيقدم فيها؟ من أفخر الأنواع بشكلها يعني مائدة طويلة عريضة. فهو طلب من اللي عم يخدمه في على السفرة، قال له جيب لي صحن فاضي، صحن، جاب له صحن فاضي، أجمل منه في ماء، أمشي ماء ورد له الصحن، وسحب الخبزات شوي شوي ما خلى حد يعرف، ورد له الصحن هيك وصار يبللهم بالماء. مين اللي شافه؟ شافوا الوالي، يجي لعندهم يا شيخ الله يطول عمرك، يعني هذا ما في شيء من واجبكم، ما عملنا شيء، يعني هذا شيء بسيط، هذا من رزق الله عز وجل، ما تمد يدك تاكل منه. طلع شيخ قال تريد مني ان اكل من لحم المسلمين واشرب من دمائهم، ومد يده واخذ ملاذ رز من امامه، وامامه كاسه اللي فض منها الماء وعصر الرزات، فانتصف تصف الكاس بالدم، نزل من الرز دم ما نزل سمن. فالله اكرمه في هذا الموقف، لما شافوا اللي جنب منه كذا والناس رفعوا يديهم على الطعام، هو يعني هو تفاجأ، يعني عملية ما هي بسيطة هذا. فعرف هو، قلت لكم انه هو عنده شوية يعني مخالفات وشوية أعمال يعني لا تطول الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يكرم عباده، يكرم أولياءه، يكرم الصالحين في كثير من المواقف التي يتعرضون لها، والكرامات ما أحد يستطيع أن ينكرها أبدا. ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة. إذا أحد يقول لكم هذه استحباط صوفية ما تصدقوها، هذا أنا سمعت أن الشيخ سعيد الطنطاوي، الشيخ سعيد الطنطاوي مثل أخوه علي الطنطاوي، كان من الزاهدين وكان من الأتقياء، والله كان يستلم راتبه ويروح يوزعه على الأسر، عنده قائمة ما يخلي معه شيء،
كان ياكل قرص فلافل ونص رغيف. والله يلبس الحذاء، استاذنا اعرف وانا درسنا 6 سنوات، حذاء من كاوتشوك كان يلبسه. واستاذ استاذ استاذ كان وقيمه سبحان الله وعنده علم، وتوفي في مكه ما صار له زمان، هو اصغر من الشيخ علي الطاوي الله يرحمه. اسره علم، هذه اسره علم سبحان الله، واسره تدين، واسره الله اكرمهم واكرم بلاد الشافعي. نعم، ف القصه يعني انا انقلها لكم كما سمعتها من اساتذتنا الكرام رحمه الله تعالى. اذا الدعاء اما ان يستجاب فورا او ان يؤخر الى يوم القيامه، او ان يدفع الله عنك سوءا او ضرا او شرا كان سينزل بك فانت دعوت فصرف الله عنك ذلك بسبب دعائك الذي قلته طلبت من الله سبحانه وتعالى به. الرجاء، الانسان دائما بده يكون عنده رجاء وخوف. الرجاء والخوف مثل جناحين طائر، ترجو رحمه الله وتخشى عذاب الله. واحد منهم ما بيصير، الطائر بيطير بجناح واحد ما بيصير. فانت عملك يا ايها المسلم، يا اخي الفاضل، عملك دائما لازم يكون ضمن الرجاء والخوف، ترجو رحمه الله وتخشى عذابه. انت تعمل تقول الله ما بيضيع لي العمل، والله لا يكرمني، والله لا يعطيني كما وعدنا بهذا الحديث العظيم، لكن لا يأمنك الله الا القوم الكافرون. ما تأمن والله انه خلاص انه الله لا يغفر لي، تروح تعمل كل حاجه ولا ترتدع ولا تستغفر ولا تتوب، لا. فالانسان دائما يعيش بين الرجاء وبين الخوف. ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم. وقال تعالى عن عباده الصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. دائما أيها المسلم لا تركن على عملك ولا تركن على يعني عبادتك، قل يا رب أنا عملت وأنت اللي بتقبل، ونحن ضعفاء. الواحد عبد الله 500 سنة وحضروا ليحاسبوه، فالملائكة قالوا تفضل، أوردها ابن رجب في كتابه أيضا، قال تفضل إلى الجنة. يقول أنت يعني ما شاء الله عملك أعمالك طيبة، ادخل. قال أنتم لا، أنا أدخل برحمة الله. يلا أنت إلى الجنة برحمة الله. قال أنا عملت 500 سنة، أنا أتعبد الله ما عصيته ولا مرة، أنا بدخل بعمل. شوف يعني مغتر وشايف حاله انه عنده عمل وعنده يعني وساند ظهره الى اعماله التي عملها، ما عمل سيئات يعني ما اخطا، انا خلاص ادخل بعمل يحسبوني. فقالوا يا رب عبدك يقول انه لن يدخل الجنه برحمتك وانما يدخل الجنه بعملي. قال طيب خذوا لنا نعمه البصر وضعوها في الميزان، نعمه البصر بس، وجيبوا الميزان وحطوا نعمه البصر في كفه و500 سنة في كفه، وشوفوا هل أدى حق نعمة البصر. فوضعوا نعمة البصر في كفه وال500 سنة في كفه أعمال، فارتفعت مثل كأنك حاطط كيلو حديد وحطيت قشرة بصلة في كفه ثانية. شو بتصير؟ ترتفع على طول، تخبط الرب تطلع لفوق. قال هذه 500 سنة ما أديت حق نعمة البصر، وين نعمة السمع؟ وين نعمة النطق؟ وين نعمة الشم؟ وين نعمة اليدين؟ وين نعمة الرجلين؟ وين النعم الثانية؟ وين تعدوا نعمة الله لا تحصوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: لن يدخل أحد عمله الجنة، أو لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأن فضل الله علينا كبير، والله عطاء الله علينا كثير. يعني واحد مرة مدري شو أركي كمان يعني اعترض، فتحرك عرق في صار يضرب فيه، ما عرف ينام. لما إنسان بالمرض صار يترجى: يا رب يا رب دخيلك يا رب اشفيني عافيني. قال: عرق بسيط ما صبرت عليه. كيف بدك تصبر لو
لو جعلنا الأمراض الثانية حركناها فيه. الحمد لله أنت الإنسان يعني تجد نفسك الآن بصحة وعافية عم تمشي وتروح، غيرك كل ثلاثة أيام يروح يعمل غسيل كلى، غيرك عنده نعم قصور في الكلى وعنده في الكبد مشاكل وبحاجة، وناس عم يعيشوا على الأكسجين وناس مشلولين وناس ما يستطيعون والله يرفعوا يدهم. يقول الشيخ محمد حسان يعني ما بعرف إذا سمعتوها، قال دعاني مرة أحد الأغنياء الأثرياء في مصر كان مريضا في المستشفى فذهبت إليه لأزوره، فوجدته ملقى يعني مشلول ما عنده ما يستطيع الحركة. قد جلس عنده وسيته وقلت له أبشر إن شاء الله هذا يعني كفارة لك وهذه درجات لك. قال يا شيخ أنا أملك ملايين الجنيهات، اللي بياخذ مني هالملايين وبيخليني حرك يدي أنا شاكر له. قال أتمنى وأشتهي يعني أن أحب ظهري. في ناس بتصير معهم حساسية بظهره وبيصير يعني الأحياء بظهره بده يا إما يجيب حكاكي أو حدا يحك له ظهره. قال والله لا أستطيع. شو نفعني المال؟ شو نفعني الذهب؟ شو نفعتني السبائك والدولارات وغيرها؟ فنعمة الله كبيرة. واحد مرة يعني وقال ما عندي شيء أنا فقير، أنا إجا أحد الصالحين أنا ما عندك شيء، أنا ما عندي شيء يا أخي، ما عندي شو عندي، من أجيبني منتوف ما عندي حاجة، الرغيم ما عندي. قال له طيب لح نشتري منك عينك ونعطيك 10,000 درهم بعنا يا عيني تأخذوا عيني نعطوني 10,000؟ لا والله ما أعطيكم لي ولا 20. طيب لح نأخذ يدك أصبع من أصابعك ونعطيك 10,000. قال لا لح نأخذ أذن من أذانك ونعطيك 10,000. صار يعدد له جمعهم صاروا شي 100,000 درهم. قال له بتقول ما عندك شيء وأنت تملك 100,000 درهم؟ اتقي الله يا أخي، اتقي الله. العطاء مو بس من المال، العطاء الصحة والعافية أكبر عطاء من الله للإنسان ليحمد الله عز وجل. لا شو ينفع المال إذا كان الإنسان مبتلى أو مريض أو يعني محروم من كل شيء؟ فالعطاء الإنسان دائما بده يعني يكون يعني عنده مطمع في رحمة الله ورجاء لله سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الشاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ كيف يعني أنت وضعك لا؟ قال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. أنا أرجو رحمة الله لكن الله خايف من ذنوبي مو بس هو. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. سيدنا عمر شو كان يقول لو نادى منادي يوم القيامة، أو أبو بكر أو عمر واحد منهم رضي الله عنهما، لو نادى منادي كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون بدي يدخل النار، ولو نادى منادي كل الناس في النار إلا واحدا لرجوت الله أن أكون أنا الذي ينجو. فالإنسان دائما بده يرجو ويخاف ويعني يكون قلبه مع الله سبحانه وتعالى. ولو يعلم الحديث الصحيح، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. قل يا رب بس نجينا من العقوبة. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله رحيم، عطاؤه كثير، وجوده لا ينقطع، لكن لا بد الإنسان أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. الاستغفار إخواني كمان هذا اللي جاء في الحديث، يقول ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الاستغفار مهم. روي عن لقمان أنه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، هذا دعاء حلو، اللهم اغفر لي، يعني هذا أعظم، تقول استغفر الله العظيم أتوب إليه، اللهم اغفر لي، بدك تتبعه استغفر الله العظيم أتوب إليه، اللهم اغفر لي. فإن لله ساعات لا يرد فيها الدعاء لسائل. وقال في الحديث بينما رجل مستلق على ظهره، شوف شوف نعم يأتي الإنسان تأتي الحسنات وتأتي الرحمات، مستلق على ظهره ينظر في السماء
وإلى النجوم، فقال إني هو عبد له إني لأعلم أن لك ربا خالقا، والله إن لك أنت رب خالق، اللهم اغفر لي، فغفر الله له. كلمة بسيطة بس تلقي على ظهره عم يطلع من النجوم، والله إنه أنا عارف إنه إلك رب وإلك خالق، فاغفر لي يا رب، قال فغفر الله له بهذه الكلمات البسيطة. هكذا أعطى الله سبحانه وتعالى. فلا بد الإنسان أن يجمع أيضا بين الاستغفار والتوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد ويستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. وقد روى بعض الصحابة قالوا كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم يعدوا شوف 60 عم يعدوا على أصابعه عم يعدوا كم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر دائما اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. قال كنا نعده للنبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. فالإنسان دائما أيها الأحباب بده يعني يجمع بين العمل بين الاستغفار، وأهم شيء أهم شيء أن يكون إيمانك بالله صحيح سليم. اسحق يعني تؤمن بالبدع وبالشرك وبالقصص اللي الآن تنقل في وسائل التواصل الاجتماعي، تسمع أشياء كثيرة والله فيها شرك، فيها شرك من مشايخ ولففهم ولحاهم لنا. فالإنسان بده يحذر يا أخواننا، يحذر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، لا بستعين بولي ولا بقبر ولا بضريح، إنما خلي عينك بالله سبحانه، هو اللي خلقك وهو اللي بيعطيك وهو اللي بيحفظك وهو اللي بيوسع لك. يا يعني في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم وقفوا على صعيد واحد وسأل كل واحد منهم مسألته، أنت طلبت بدي يا ربي جبل ذهب، خلاص هذا جبل ذهب، أنت شو بدك؟ بدي مليار دولار، هي مليار دولار، أنت شو بدك؟ بدي 100 سيارة من كل الألوان والأنواع، بدي كذا، بدي وادي من الأغنام، وادي من الجبال، بدي مزارع، بدي نخيل ورطب وآكل منها. فأعطيت كل واحد منهم مسألته، كل الإنس والجن من يوم آدم إلى يوم القيامة، لو سأل الله سبحانه وتعالى وأعطى كل واحد شو بده، شو أمنيته، شو دعاؤه، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا أدخل المقياط. إذا جبنا إبرة وزيناها بالبحر ورفعناها شو نقص البحر؟ ها؟ ينقص البحر؟ ما ينقص. كذلك عطاء الله وخير الله وخزائن الله ملأة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموحدين ومن المؤمنين، وأن ينجينا وإياكم من الشرك، وأن يغفر لنا، وأن يجعلنا من الذين يلهمون الدعاء ويصدقون النية ويوقنون بعطاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جبت لكم النوم، أنا نومتكم مرة ثانية، بدي أجيب أنا معي كم مخدة وكم بطارية مشان الإخوان اللي